الحالات النشطة اليوم عددها 1696، منها 1652 بدون أعراض، 41 لديهم أعراض خفيفة، وثلاثة أشخاص تحت الرعاية. أما الفحوصات فبلغت 59172، أجريت 439 منها خلال 24 ساعة الأخيرة، 115 للمتابعة و324 للتشخيص، تتوزع على النحو التالي بين الولايات: 25 من الحوض الشرقي، 3 من الغربي، 3 من العصابة، 10 من برغل، 6 من البراكنة، 8 من الترارزة، 16 من أدرار، 24 من غريبو، 3 من تقانت، بحص 1 من قديماقة، 4 من تير الزمور، 6 من إنشيري، 161 من نواكشوط الغربية، 106 من الشمالية، و63 من الجنوبية. الحالات الجديدة تتوزع على النحو التالي بين المقاطعات: حالة في عمرش، واحدة في باسكنو، اثنتان في مبود، اثنتان في روسو، اثنتان في الاقصر، 12 في تبرق زينة، 6 في تيارت، 3 في توجونين، 5 في عرفات، وحالة واحدة في الميناء.